تزامناً والعطلة الشتوية تبحث العائلات الجزائرية على فضاءات للراحة، فلا مكان ينافس قرية الشريعة. سياحية، منطقة جميلة، شغل يجيو ليها 58 ولاية، بصح تخصوها شي صوالح بزاف. تما هذو صوالح هكا غايبين بزاف لنا في ذي المنطقة، تما ندعو السلطات الجزائرية كتجي تغزر في ذي المنطقة السياحية، تجي تشوف ليها، تسي تسقمها، تسي باش كيجي حتى واحد من خارج الأوروب يجي دي بلاصة يقول لك ما شاء الله هذه بلاد فيها سياحة. مقابل ديكور الطبيعة الذي تصنعها أشجار الأرز، غياب المرافق والخدمات جعل الزوار يطالبون بضرورة توفيرها لضمان راحتهم. احنا رانا هنا سياحة، راك تشوف رانا حواسين هنا في شريعة، مي مونك بوكو تشوز كيما يقولوا، مونك تواليت بيبليك، كي مونك ان اسباس بور الدراري باش يلعبوا، يجي واحد يحب يبات هنايا ما كاش، مونك دو زوتيل. نقولوا الشريعه مخصوصه بزاف صوالح، شايفين ناقصه في شي حاجات كيما لي سال دي سبور ما كاش، دريريات ما كاش وين يحرقوا منا، كاين بالي دي سبور هناك شغل فارغ، ديروا لنا صاله مغلوقه، ديروا لنا صاله تاع سبور منا، كوشه تاع خبز ما كاش، ديسبونسير ما كاش، دوكا طفل اللي يطيح مانيش عارف ما يجي حياه هبط لي تحت وكاع بالك يكون كش مسرالوك شايه. كان فارماسيا ما كان ناس وين تبات، ما كان دوش، ما كان طواليت، ما كان اسما واحد كيجي لهنايا اون فامي مي سيبش روحو، شغل بالك يجي ليها خطره بعد موراها سي بون، شغل كي ضربوا راسو اسما تاع شريعه ما يطلعش. بين جمال المنطقه الجبليه وغياب المرافق والخدمات الترفيهيه، تبقى جبال الشريعه قبله لكل باحث عن الراحه والمتعه. للاستفسار حول غياب المرافق العمومية بمنطقة شريعة السياحية، توجهنا إلى رئيس بلدية الشريعة للاستفسار حول غياب تلك المرافق، لكننا لم نجده في مكتبه. كان معكم عباس عادل، تلفزيون النهار، البوليدة، الشريعة.